السلام عليكم. وسط عملية سياسية تعتريها المصاعب والانتقادات وظروف اقتصادية لا يحسد عليها وشارع غاضب من جراء توجهات سياسية داخلية وخارجية، وسط ذلك كله تحول السودان إلى بركة مياه بفعل فيضان يجتاح مدن البلاد وولاياتها. حجم الأضرار المادية التي ألحقها الفيضان كبير ومؤلم بالنسبة لبلد مثل السودان، يحوم السؤال حول مدى جهوزيته لاستقبال مثل هذا الحدث الجلل. وكعادة أي حدث كبير يضرب المنطقة يحتدم الجدل عن السبب، وفي هذه الحالة ما سبب الفيضان، بل ما سبب كل هذه الأضرار الكبيرة، وأي تداعيات سيخلفها الطوفان الكبير على البلاد، وهل لدى الحكومة خيارات كثيرة في مواجهة هذه الكارثة التي يقول خبراء إنها تتصاعد في ظل ارتفاع منسوب مياه النيل إلى مستويات قياسية وصلت إلى 17 متراً و58 سنتيمتراً، وقد تبلغ حد 18 متراً، وهو مستوى يثير الرعب في قلوب السودانيين. طوفان السودان وآثاره وفرص مواجهته هو ما تبحثه هذه الحلقة من برنامج حديث العرب. أهلاً بكم. منذ أيام يعيش السودان كارثة طبيعية بسبب فيضان نهر النيل، نتجت عنها أزمات إنسانية مع وفاة أكثر من 100 شخص وهدم نحو 100,000 منزل وتضرر أكثر من نصف مليون شخص، حسبما أعلنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية التي ذكرت أن معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة عامي 1946 و1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع. مجلس الأمن والدفاع قرر إزاء تفاقم الوضع اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، كما أعلن حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. والمفقودين، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وجه رسالة للمتضررين من الفيضانات أكد فيها دعم الدولة لهم بالمساعدات اللازمة، داعيا إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من حدة الضرر على السكان. مياه النيل غمرت مساحات شاسعة وأدت الفيضانات إلى أضرار كبيرة وغيبت المياه كل شيء، ولا يخشى المواطنون من الفيضان وحده بل من تداعياته كانتشار الأمراض والأوبئة، وهذا ما حذر منه وزير الصحة السوداني من ظهور أوبئة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، في حين أطلقت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف نداء عاجلا للمنظمات الدولية لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات. من جانبها أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق تعاطفها الكامل مع الشعب السوداني إثر الفيضانات التي اجتاحت البلاد، داعية إلى الإسراع بإعانة المتضررين من جراء الكارثة، معربة عن أسفها لحالة التقصير والانشغال العربي والإقليمي والدولي عن كارثة السيول والفيضانات التي اجتاحت السودان. وعلى وقع الفيضانات والسيول والأمطار المستمرة في حصد الأضرار والأرواح، هبت عاصفة تضامن شعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم من قلبي سلام للخرطوم، شارك فيها ناشطون ومغردون صورا للفيضان داعين إلى التضامن مع الشعب السوداني. المناطق التي غمرت السيول والفيضانات العارمة تعيش حالة عزلة وانعدام لمظاهر الحياة عقب مغادرة السكان لها بعد أن حاصرتهم المياه من كل جانب، وهم يترقبون تضامنا عربيا أو دوليا ينتشلهم من الفيضانات التي اجتاحت البلاد. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم الأستاذ عبر سكايب الأستاذ أحمد خليل الصحفي والمحلل السياسي عبر الهاتف أيضا من الخرطوم الأستاذ مصطفى بكري. مرحبا بكما ضيفينا الكريمين. لو بدأنا معك أستاذ أحمد، المصاب جلل، الفيضان كبير والأضرار كبيرة، وهذا ربما يثير سؤالا مركبا أو مزدوجا أو ربما اختياريا، عن ماذا يجب أن نسأل أولا؟ عن أسباب هذا الفيضان الكبير أم عن الأسباب التي أدت إلى هذه الأضرار الكبيرة؟ أول حاجة مساء الخير، مساء الخير لكم في الاستديو، مساء الخير للمشاهدين. مساء النور. أهلا. في البداية نشكر موقف الإخوة العراقيين والشعب العراقي الذي لبى نداء الإنسانية وتضامن مع الشعب السوداني. ما حصل هو فيضان، يعني إحنا الأسباب عديدة ولكن النتيجة واحدة، أنه هنالك أكثر من 2 مليون شخص
فقدوا جزء من منازلهم أو أغلب منازلهم أو حتى مناكب أعمالهم. أكثر من 100 مواطن سوداني استشهد جراء هذه السيول والفيضانات. ضمن هذا الوضع الذي يعيشه السودان بعد التغيير الذي حصل في ثورة ديسمبر مع الأزمات الاقتصادية الخانقة، فوجئنا بفيضان مياه غمرت أكثر من 16 ولاية تضررت بهذه المياه، مياه الأمطار. السبب هو مياه أمطار فوق المعدلات السنوية. البنية التحتية هنالك مشاكل كبيرة جدا في البنية التحتية في السودان، بالإضافة إلى أغلبية أو معظم المناطق على النيل هي تسكن قريبة من النيل أو في مناطق السيول والخيران. فنتيجة لزيادة الأمطار في تلك الروافد في تلك المناطق تتضرر هذه المنازل سنويا، تتضرر يعني منازل تفوق يعني عددها يزيد أو يقل. ولكن هذه السنة 2020 هي عام الكوارث. في البداية نحمد لهذه الحكومة، حكومة الفترة الانتقالية كانت شفافة مع المواطن السوداني عندما أعلنت أن السودان منطقة كوارث وأعلنت طوارئ لمدة 3 أشهر. هذا الإعلان وهذه الخطوة تضعنا كلنا السودانيين كحاكم. أستاذ أحمد لو أذنت لي معذرة عن المقاطعة، يعني سنبحث موضوع الإعلان الذي أعلنه يعني مجلس الأمن والدفاع السوداني وهو على سلطة أمنية في البلاد عن أن السودان كله منطقة كوارث لمدة 3 شهور. لكن قبل ذلك هل كان هناك من قبل المسؤولين من قبل الخبراء والمختصين توقع أن يحصل مثل هذا الأمر في البلاد؟ لم يكن هنالك توقع. كل ما كان الحديث كان يدور في السودان حول مفاوضات سد النهضة ما بين أثيوبيا والسودان ومصر. كان هنالك يعني اهتمام كبير بهذه المفاوضات. السودان يطالب بحقوقه ويبحث عن اتفاقية قبل سد النهضة. أستاذ أحمد قبل سد النهضة، يعني إذا لم يكن المسؤولون في الدولة الذين يديرون بلدا فيه بنية تحتية ليست على ما يرام، قبل موضوع سد النهضة لماذا لم يتوقعوا، لماذا لم يتحسبوا، لماذا لم يكن هناك رؤية مستقبلية لبلد معرض في أي لحظة وأخرى أن يصاب بمثل هذا الأمر؟ طبعا نحن حنكون يعني ظلمنا هذه الحكومة الحالية، حكومة الفترة الانتقالية. حكومة الفترة الانتقالية استلمت السلطة في ظروف يعني معقدة جدا، يعني معقدة. هنالك مفاوضات سلام، هنالك تشاكس موجود في الوضع السياسي. تم حل الحكومة وتكليف بعض الوزارات، وتم إغالة بعض الوزراء واستقالة بعض الوزراء، وتم توكيل بعض الوزراء لتسيير دولاب الحكومة. وبالتالي هذه الحكومة عمرها أقل من سنة أو عام، لا يمكن لها في كل الظروف كل الاحتمالات أن تتوقع ماذا سيحدث غدا. هذه الحكومة الآن هي تعيش أزمات في الوقود، البنزين والجازولين وصفوف الدقيق يعني الخبز. وبالتالي يعني تفكيرها كان كل التفكير في كيف تحل هذه المشكلات الاقتصادية الأمامها. تفاجأت هذه الحكومة كما نتفاجأ نحن سنويا. إحنا في السودان مما يعني نشئنا في هذا البلاد نتفاجأ بالخريف يفوق مقدراتنا وتوقعاتنا. لا يوجد لدينا مراكز أبحاث علمية وتنبؤات تحلل لنا ماذا سيحدث. طيب هل هنالك فيضانات أم لا؟ يعني أستاذ أحمد يعني أفهم من كلامك أن السودانيين منذ عشرات السنين وهم متفاجئون، ولا أدري أين يكمن هنا عنصر المفاجأة طوال هذه السنين. سأعود إليك هنا أسأل الأستاذ مصطفى بكري الذي معنا عبر الهاتف من الخرطوم. الأمطار عادة نعمة، لكن في الحالة السودانية تحولت إلى نقمة. ثمة من يسأل لماذا تتحول النعمة إلى نقمة في بلد مثل السودان فيه خيرات كثيرة، ونتحدث تحديدا عن حالة الطوفان الذي يضرب البلد الآن.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أحييك أستاذ جهاد وأحيي المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بكم. عندما تتحول النعمة إلى نغمة هناك الكثير من الأسباب يعني لهذا الحديث. يعني إذا كان يعني هناك عدم جدية من قبل الحكومة السودانية في أنها تستفيد من هذه المياه الكبيرة المهدرة في الكثير من الوديان والكثير من الأنهار الفرعية التي يعني تصب في كثير من الأراضي الشاسعة التي يمكن تتحول إلى واحات خضراء، لكن يعني هناك عدم إرادة حقيقية بالنسبة لكل المسؤولين يعني القادمين واللاحقين. يعني لم تكن هنالك خطط مدروسة ولم تكن هنالك رؤية استراتيجية يعني للاستفادة من هذه المياه. يعني هناك كميات كبيرة من المياه تأتي في فصل الخريف من نهر النيل وهنالك أنهر فرعية مختلفة يمكن لهذه الأنهار أن يستفاد منها وأن تكون هنالك حصاد لهذه المياه وتوجه نحو الأراضي الزراعية. لكن كما شرط أن كل عام هنالك مفاجأة أن النيل يغمر الأراضي السكنية ويغمر الأراضي الزراعية ولم تكن هنالك أي رؤية للاستفادة من هذه المياه. بالتأكيد تتحول هذه النعمة إلى نغمة عندما تكون هذه المياه هي تتحول إلى سيول جارفة تجرف الأراضي وتجرف دعني أكرر عليك أستاذ مصطفى ما سألته يعني زميلك قبل قليل أستاذ أحمد، لماذا تغيب الرؤية يعني عن المسؤولين في السودان؟ يعني ماذا يفعلون إزاء قضية قد تشكل تهديدا لأمن البلاد، لمستقبل البلاد، لبنية البلاد التحتية كلها؟ لماذا تغيب الرؤية في رأيك؟ نعم، تغيب الرؤية عندما يكون يعني هذا المسؤول ليس له إرادة وطنية يبحث عن القضايا الوطنية العليا التي تهم البلاد، تهم المواطن السوداني. يعني عندما يكون هنالك نظرة قومية لكل الأشياء، لكل الموضوعات التي تهم البلاد، بالتأكيد هناك تكون لجان يكون خبراء يبحثون في كيفية الاستفادة من هذه المياه. يكون هنالك ايضا دراسات من خبراء ومن كثير من الدراسات التي اثبتت انه السودان يمكن له ان يكون يعني مخزون مياه استراتيجي لكل حتى للدول الاخرى. لكن تغيب هذه الرؤيه عندما يكون المسؤول غير مهيئ تماما لان يكون في ضمن هذه الاحداث السودانية. عندما جاءت الثورة وجاءت الحكومة الجديدة هناك تفاؤل بأن يا أخي القادم سوف يكون أحسن من الماضي، لأن الحكومة السابقة كانت أهدافها ضيقة وكانت تتعامل بالمصالح الضيقة والمصالح الحزبية دون النظر إلى المشاريع القومية والمشاريع الكبيرة التي يستفيد منها المواطن وتستفيد منها الدولة وتطور في هذا المجال. نعم، طيب، جدل واسع يدور حقيقة، وهنا أسأل الأستاذ أحمد، يدور جدل واسع في السودان بشأن مسؤولية سد النهضة في إثيوبيا أحيانا عن ما حصل في السودان من فيضان كبير، وتارة أخرى يكون المسؤول سد العالي في مصر. ما نسبة مسؤولية البلدين الحاويين للسدين بشأن ما حدث من فيضان في السودان؟ أتحدث عن إثيوبيا ومصر. هنالك يعني جدل يدور في الشارع السوداني عن يحمل المسؤولية لسد النهضة أو سد العالي، لأن الأثيوبيين هم فتحوا البوابات والمصريين أغلقوا هذه البوابات مما أدى إلى نعم. طيب أستاذ أحمد، لا بأس، يبدو أن انقطع التواصل. أذهب إليك أستاذ مصطفى، فيما يتعلق بشأن هذا الفيضان وأضراره الكبيرة، هل يدور حديث وسط المثقفين والخبراء والمتابعين المراقبين السودانيين من أن الحكومة كان هناك شيء ما ينبغي أن تفعله قبل أن تقع الطامة ولم تفعله؟
نعم أستاذ زياد، يعني هناك الكثير من الأشياء من المفترض أن تقوم بها الحكومة قبل حدوث هذه الآثار الكبيرة التي خلفها الفيضان، منها وضع التحوطات اللازمة لمجرى النيل. هنالك مناطق هشاشة، بالتأكيد هذه المناطق كل عام تتعرض لانهيار المواقع النهر، وبالتأكيد هذه المناطق معروفة في الأعوام الماضية كانت تتسبب في دمار كثير من المناطق السكنية وكثير من المزارع. بالتأكيد الحكومة من المفترض أن تضع تحوطات واخية لهذا النهر، وأيضا تضع جسور واقية لهذه المناطق، وبالتأكيد تكون هنالك إرشادات للمواطنين الذين يخدمون على أستاذ مصطفى، حديث الخيارات وإمكانية مواجهة هذا الطوفان سنتركه للجزء الأخير من هذه الحلقة، لكن إنما سألتك عن ما كان ينبغي أن تفعله قبل الطوفان ولم تفعله الحكومة. نعم، يعني هذا الفيضان عندما جاء هذا العام يختلف تماما عن الأعوام الماضية. هنالك مناسيب كبيرة جدا لمياه النيل، خاصة النيل الأزرق الذي يعني كانت مناسيبه مرتفعة جدا هذا العام. بالتأكيد هذه التوقعات لم تكن في حسبان الحكومة السودانية، ولكن عندما كانت هنالك إنذارات من الإرصاد الجوية أن هذا العام سوف يكون هنالك فيضانات كبيرة سوف تحدث في السودان وفي مناطق مختلفة من السودان، فكان لابد من الحكومة السودانية أن تضع تحوطات لازمة لمواجهة هذا الفيضان. طيب. بالتأكيد إذا كنا نتحدث عن مجرى نهر النيل فلابد من هنالك مناطق هشاشة، وكانت لابد أن تكون هنالك تروس في هذه المناطق حتى لا تتسرب المياه إلى خارج مجرى نهر النيل. وعندما جاءت الكارثة فكانت الحكومة السودانية يعني استجابتها ضعيفة جدا، عندما غمرت بعض المناطق خارج ولاية الخرطوم كانت هنالك نداءات عاجلة من المواطنين وكانت هنالك استغاثات، لكن الحكومة السودانية لم تتحرك بالسرعة المطلوبة حتى تدرى هذه المخاطر من المواطنين، ولكن كانت المحصلة أن هنالك كثير من الأضرار لحقت بالمواطنين جراء هذه السيول والفيضانات المتاخمة للمناطق المتاخمة لنهر النيل. فحدث الكثير من الأضرار، ولكن الحكومة في معالجاتها كانت معالجات بطيئة جدا، وعندما اتخذت قرار تشكيل لجنة عليا لدرء مخاطر الفيضانات بعد حدوث هذه الأضرار وبعد مضي أكثر من 3 أسابيع المواطن السوداني يعاني فيها ما يعاني خلال هذه الفترة، وشرد الكثير من المواطنين من ديارهم وأصبحوا في العراء ولا مأوى ولا ملجأ لهم. نعم. وبعد كل هذه الأحداث سعت الحكومة أن تلحق في هذه الأحداث حتى تجرى بعض المخاطر، لكن دون جدوى يعني. نعم. انظر لهذه الأحداث بعد فوات الأحوال. وضحت الفكرة أستاذ. نعم. كل المناطق. وضحت الفكرة أستاذ مصطفى، حقيقة بعد قليل يجب أن نبحث الآثار المستقبلية والتداعيات المتوقعة لهذا الطوفان الكبير والفيضانات التي تضرب البلد، ولكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. We'll be right back.
أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن الطوفان الذي يضرب السودان وتداعياته. أستاذ أحمد، قبل الفاصل يعني الآن سنبحث التداعيات المحتملة لهذا الطوفان، لكن قبل ذلك أريد أن أستكمل ما كنت قد سألتك عنه قبل الفاصل. تحدثت أو ألمحت إلى أن المسؤولية مشتركة بين السودان وإثيوبيا بشأن حصول هذا الفيضان. إثيوبيا فتحت السد في السد النهضة ومصر أغلقت سد العالي، هل فهمي صحيح قبل أن أستتبع؟ أستاذ أحمد، أستاذ أحمد تسمعني؟ طيب أنا أتحول مرة أخرى إلى مصطفى. أي تداعيات سياسية تحديدا يمكن أن يراها السودانيون بفعل هذا الطوفان في المرحلة المقبلة برأيك؟ نعم، يعني هناك الكثير من التداعيات التي يمكن أن نقرأها خلال هذه الأحداث المهمة التي يعني يمر بها السودان حاليا. يعني من الأحداث السياسية هنالك ردود أفعال واسعة في الشارع السوداني تجاه الحكومة السودانية من خلال تعاملها مع هذه الأحداث ومن خلال نظرة المواطن السوداني لتحركات الحكومة تجاه الآثار التي ضربت الكثير من المناطق للحكومة. يعني ينظر المواطن بالضعف والعدم الاستجابة من الحكومة السودانية تجاه المواطن الذي تضرر وتجاه المواطن الذي فقد الكثير من الأرواح ومن الممتلكات وتدمير كثير من المرافق الخدمية وغيرها. يعني هنالك تقلب في الموازين، فبالتأكيد هنالك تداعيات سياسية سوف تظهر في مستقبل الأيام. هنالك تأييد كبير كان للحكومة السودانية الحالية من خلال التأييد الذي وجده رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ولكن بالتحديد أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لم يقم بزيارة أي منطقة من المناطق التي يعني تضررت جراء هذه السيول والفيضانات. طيب، ولكن حرك في الدقائق الأخيرة وعندما زار ولاية سنار، هذه الولاية التي تبعد حوالي 300 كيلومتر من العاصمة الخرطوم، ولم تكن هنالك استقبالات أو ترحيب في هذه الزيارة، لأنها جاءت في وقت متأخر وجاءت بعد فوات الأوان. أستاذ مصطفى، ثمة يعني في الموضوع الذي ذكرته، معذرة، في الموضوع الذي ذكرته عن إعلان مجلس الأمن والدفاع أن السودان كله منطقة كوارث، ثمة قراءة لهذا الإعلان سأسألك عنها بعد قليل، لكن لو أذنت لي أن أعود مرة أخرى إلى السيد أحمد. سأبحث معك المحور الثاني المتعلق بالتداعيات سيد أحمد، لكن قبل ذلك أرجو أن تصحح لي إذا ما كان فهمي لحديثك في المحور الأول يبدو أنه غير جاهز. أكمل مرة أخرى مع السيد مصطفى، كنت تتحدث عن التداعيات. مجلس الأمن القومي والدفاع أو مجلس الأمن والدفاع في السودان أعلن سريعا أن السودان كله منطقة كوارث طبيعية وأعلن حالة الطوارئ لمدة 3 شهور. ثمة من قرأ في هذا الإعلان أنه إعلان بالعجز والاستسلام لقدر السودانيين وأنه لا حيلة باليد. إلى أي مدى يعني تتفق مع هذه الرؤية أو هذه القراءة؟ مع هذه القراءة ولا أتفق مع هذا الرأي بأن السودانيين ليس لديهم القدرة في مواجهة هذا الفيضان أو هذه السيول، ولكن نحن أمام حكومة هي حكومة فترة انتقالية، حكومة ديمقراطية تعبر عن إرادة الجماهير التي سارت ضد نظام يعني ظل لـ30 سنة يحكم السودان بدون أي حريات ويقمع المواطن السوداني. فهذه الحكومة وضعت كل إمكانياتها ورؤاها وتفكيرها أمام المواطن بأن هذه الكارثة كارثة الفيضان الذي يمر أو تشهد به السودان هو يفوق إمكانيات الحكومة، وفعلا يفوق إمكانيات الحكومة المادية، ولكن إمكانياتنا البشرية هي إمكانيات كبيرة. ومجرد ما إعلان هذا النداء أو هذا وضع السودان دولة الآن أمام كارثة إنسانية، تداعى السودانيين عبر هاشتاغات عبر جروبات بعمل
دائما يقوم به السودانيين يسمى بالنفير. هؤلاء الشباب تداعوا من كل المناطق من كل الاحياء لمواجهه الفيضان بالامكانيات المحليه المتاحه قبل ان تصل المساعدات من الدول العربيه الشقيقه التي نحن يعني امام يعني لابد ان نشكر يعني كل دوله كويس في هذا الوطن العربي يعني الممتد يعني من الخليج الى المحيط على هذه المواقف النبيله التي ظل يعني اخواننا واشقائنا العرب يقومون بها. بالتالي هذه الحكومه هي حكومه جديده ورثت تركه ثقيله جدا جدا. يعني حكومه الانقاذ يعني هي من الحكومات التي افقرت هذه البلاد بالرغم من الامكانيات الكبيره التي يتمتع بها السودان بالرغم من اموال النفط الا ان هذه الاموال لم توجه توجيه صحيح الى بناء بنيه تحتيه نواجه بها مثل هذه الكوارث. طالما نحن او حكومه الثوره حكومه الفتره الانتقاليه اعترفت ان هنالك كارثه رفعت مستوى تعامل المواطن السوداني لمواجهه هذه الكارثه. وضعت امال وتطلعات المواطن السوداني في كيف ان يواجه هذه الكارثه وكيف يستفيد من دروس هذه الكارثه لمواجهه الكوارث القادمه وان شاء الله لا السودان ولا اي دوله من الدول تواجه كارثه انسانيه ويعني تفقد احد ابنائها. حقيقه يعني كونك انك تفقد ابنائك كون انه يكتب يعني زميل صحفي كان رئيس تحرير انه في بوست اليوم انا فقدت كل شيء او تحطم كل شيء يرى منزله ينهار امامه بفعل هذا الفيضان. يعني بيبقى انه يعني احنا الان مطالبين يعني هذا الحكومه يعني انا اقول هذا قرار شجاع عشان الحكومه تتحمل مسؤوليتها والمجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته تجاه السودان. الفيضانات ما هو بس الفيضان والسودان ينقمر بالمياه. استاذ مصطفى يعني الان استنادا الى الارقام التي صدرت عن مؤسسات الحكم في السودان عشرات القتلى، مئات ألاف المشردين، فضلا عن البيوت المدمرة يعني والمشاكل في البنية التحتية والأراضي الزراعية التي جرفت إلى آخره. أريد قراءتك لحجم الخطورة الذي ينتظر السودان في ظل هذا الطوفان. هذه الخسائر التي تعرض لها السودان هي خسائر كبيرة بتحتاج بعد مواجهة الفيضان حصر كل الخسائر. هنالك يعني قراءة أولية تقول أكثر من 2 مليار دولار. الآن نحن أمام الحكومة السودانية والمواطن السوداني أمام تحدي كبير في إعادة بناء ما دمره الفيضان، وهذا راح يتم عبر المجموعات والجروبات النفيرة التي أطلقه السودانيين. ولكن لابد ان نستفيد، لابد السودان والسودانيين يستفيدوا من هذه الكارثه، لان هذه المناطق التي دمرت يتم النظر في تخطيط لها تخطيط جيد ويختار لها مناطق ما يعني ليس بعيده عن مجرى النيل، تكون بعيده عن مجرى النيل، بعيده عن مجرى السيول. يتم بناء مدن تقاوم يعني 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 بمواصفات جيده، مواصفات يعني فيها يعني امنه يعني فيها امان. طيب استاذ مصطفى ارجو المعذره يعني تاخرنا عن ضيفنا الاخر وقد اصبح جاهزا السيد احمد. استاذ احمد نحن نبحث أنا أحمد. نعم نحن نبحث أهلا بك أستاذ أحمد. نحن الآن نبحث موضوع التداعيات المحتملة على السودان بفعل هذا الفيضان، لكن قبل ذلك كنا نريد أن نستكمل السؤال الذي سألتك إياه في قبل الفاصل. هناك جدل في السودان بشأن المسؤولية المشتركة بين إثيوبيا ومصر بشأن الفيضان الذي ضرب السودان، وقد فهمت من كلامك أن البلدان يشتركان في هذه المسؤولية، إثيوبيا التي فتحت أبواب سد النهضة ومصر التي أغلقت أبواب السد العالي. هل هذا فهمي صحيح؟ لأنه على جوابك سأبني سؤالا، هل فهمت صحيحا جوابك؟ أنك تحمل المسؤولية مشتركة لإثيوبيا ومصر؟ قائم على هذا الاساس،
كان سوريا فتحت ومصر اغلقت، ولكن نحن لا نحمل لا اثيوبيا ولا 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 مصر هذا التصرف، لانه هذا التصرف اذا حصل من اي دوله لدوله جاره وشقيقه يعتبر هذا تصرف ارعن وتصرف غير مقبول ولا مسؤول. ولكن مصر دوله مسؤوله واثيوبيا دوله مسؤوله وتحكمنا علاقه جوار، علاقه طب جوار. انا لم افهم فكرتك جيدا استاذ احمد، يعني انت قلت انه اثيوبيا فتحت سد النهضه ابوابه ومصر اغلقت ابواب السد العالي فوقع السودان حبيس السدين وغرق السودان، هل هذا صحيح؟ لا 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 لا, لا, لا. انا لم اتحدث لا لا حديثي لا قلت لك يعني هذا الجدل الدائر، ولكن مصر وأثيوبيا لا يمكن أن تتصرف هذا التصرف، لأنهم هم يعني أنا أعتبرهم دول مسؤولة ولديهم قيادات مسؤولة، ونحن جيران، يعني إحنا جيران وما في حالة حرب ولا في حالة عداوة ما بين مصر ولا أثيوبيا، تربطنا علاقات تاريخية أزلية ما بين هذه القطرين. طيب قد يقول لك قائل متابع سوداني أستاذ أحمد، قد يقول لك متابع سوداني أنه هذا لا يعد أن يكون كلاما إنشائيا خلاف ما يقوله فريق من السودانيين بأن مصر وإثيوبيا غير مهتمتين بما يجري الآن في السودان لأن مصالحهما في حالة بحث عن مصالحهما الضيقة، وهناك فريق من السودانيين يتبنى هذا الرأي هذه المقاربة. طيب نحن هو ما يعني هذا 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 ما حديث إنشائي، هذا واقع. طيب هذا واقع الآن، نحن شفنا مصر يعني إلى درجة وزير الصحة المصرية هي موجودة في السودان، والمساعدات المصرية التي يعني أرسلتها الحكومة المصرية وتغريدة الرئيس المصري السيسي في وقوفه للسودان. ثالث يعني أي إنسان عاقل ويتعاطى الشأن السياسي أو الشأن العام يعرف مدى يعني مسؤولية الحكومات. لا يمكن لإنسان يعني مسؤول يعني يتصرف من هذا التصرف، وبالتالي احنا ما بنحمل. وحتى الخبراء خبراء يعني بعض الخبراء تحدثوا بأن الأمطار هي يعني في السودان وليس في أثيوبيا، صحيح هنالك أمطار في أثيوبيا ولكن الأمطار الأكثر كانت في في السودان. طيب عن أي نوع من التداعيات أو الأثار الاقتصادية التي ستضرب السودان بفعل هذا الفيضان يمكن أن نتحدث في المرحلة المقبلة، وخاصة أنت خبير اقتصادي ورئيس قسم اقتصادي في صحيفة سودانية؟ بالنسبة للأثار الاقتصادية سيكون هنالك أثار اقتصادية كبيرة، خاصة نحن بنعتمد على الموسم الزراعي الصيفي اعتماد كبير في توفير 80% من الحبوب الزيتية والذرة والسمسم، وعندنا السمسم وعباد الشمس وكثير من المحاصيل الصيفية التي نعتمد عليها حتى في عملية الصادر. احنا بنصدر السمسم والحبوب الزيتية، ويعني بيساهم بجزء مقدر يعني اكثر من 10% من الدخل القومي. هذه الصادرات يعني إذا فقدناها خلال هذه الموسم أكيد السودان حيكون فقط، يعني هو أصلاً إحنا بنعاني معاناة كبيرة جداً في إيراد النقد الأجنبي. السودان منذ انفصال الجنوب لديه مشكلة ذهاب 90% من إيراد النقد الأجنبي إلى يعني فقدانه نتيجة لفقدان جزء كبير جداً من الثروات النفطية التي ذهبت جنوباً. مشكلة الاقتصادي يعني واحدة من أسبابها هي يعني ضعف إيراد النقد الأجنبي، وعلى هذا الضعف نفقد جزء كبير منه بسبب هذه الفيضانات. أكيد حيكون عندنا مشكلة في توفير يعني الدواء، الوقود، القمح، لأنه إحنا قاعدين نعتمد على 80% من استهلاكنا من حاجاتنا الاستهلاكية من الاستيراد. لدينا فجوة بتاع 8 مليار دولار سنويا، يعني الحكومة السودانية تحاول أن تطور في صادراتها، خاصة الصادرات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي وإدخال القيمة المضافة حتى يتحقق لها إيراد نقد أجنبي. ولكن تضرر 16 ولاية هي من 16
من الولايات الزراعية التي تعتمد على يعني هذا الموسم نحن 80% من إنتاجنا الزراعي بيعتمد على الزراعة المطرية. أكثر المناطق إنتاجا هي المناطق المطرية، وبالتالي يعني المزارعين هيئوا نفسهم وبدوا يعني في العمليات الفلاحية والزراعية، ولكن تفاجئوا بهذا الفيضان الذي جرف بالكثير أبدنا يعني بالآلاف، يعني جرف الأبدنا بالآلاف يعني، وبالتالي له أثر اقتصادي كبير وله تداعيات يعني لا أعرف أن أصفها إنه يعني يمكن تصل لمرحلة المجاعة، لكن ربنا يعني يلطف إنه نتجاوز هذه المحنة. نعم. بعد الفاصل سنبحث خيارات الحكومة السودانية في مواجهة هذا الطوفان ومدى قدرة الحكومة على امتصاص الصدمة والتداعيات التي تتحدث عنها وضيفنا الآخر على البلاد، لكن وقفة أخيرة تتبعه عودة لاستكمال الحلقة. أهلا بكم أستاذ مصطفى. في الحديث عن الخيارات والسبل والطرق الممكنة لمواجهة ما يحصل من كارثة وطنية تضرب السودان الآن، ما خيارات الحكومة؟ ما هذه السبل التي يمكن من خلالها أن تواجه هذه الكارثة الوطنية في رأيك؟ أستاذ مصطفى تسمعني؟ نعم. طيب في الحديث عن الخيارات والسبل الممكنة لمواجهة هذه الكارثة الوطنية، ما خيارات حكومة حمدوك في مواجهة هذا الطوفان وآثاره في المرحلة المقبلة؟ نعم، أمام الحكومة الانتقالية يعني ليس هنالك خيار سوى البحث عن بدائل للأماكن التي تضررت الآن، المناطق المحاذية لشريط النيل. يعني يمكن للحكومة السودانية أن تسعى لإيجاد بدائل لهؤلاء المواطنين حتى لا يتضرروا مرة أخرى، وأيضا الاهتمام بالبنية التحتية التي من الطرق والجسور الواغية وغيرها حتى لا يتسبب فيضان نهر النيل للمرة الأخرى في انهيار الطرق والجسور على مراحل متعدده. يعني هنالك ايضا من الخيارات الاضافيه لابد من تشكيل لجان بالتشاور مع المواطنين ومع اللجان في المناطق المختلفه لحصر هذه الاضرار، وايضا تقديم المساعدات الانسانيه للمتضررين وايجاد مأوى لهم. هناك الكثير من المواطن السوداني الذي تضرر يعني موجود في مناطق متفرقة في العراق وغيره من هذه المناطق، فلا بد من الحكومة السودانية أن تسعى لإيجاد بدائل لهذه المناطق التي تضررت وتضرر كل عام. طيب في سياق الحديث عن البدائل أنتقل لأسأل الأستاذ أحمد، هناك واضح للمتابعين والمراقبين أن هناك نوعا من التكافل الشعبي في مواجهة آثار هذا الطوفان، بينما تنشغل النخب السياسية في تشكيل تحالفات وائتلافات لتحقيق مكاسب سياسية في المرحلة المقبلة. في سياق الحديث عن الخيارات لمواجهة الطوفان، ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الائتلافات وهذه التحالفات، وهل هذا وقتها الآن برأيك؟ طيب الأستاذ أحمد ليس جاهزا معنا. أعود إليك أستاذ مصطفى، حتى الآن
لا يبدو أن هناك تعاطفا دوليا مع السودان أسوة بما شاهدناه مع لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت. أنت قلت بأن هناك سلسلة إجراءات يجب أن تقوم بها حكومة حمدوك لمواجهة أي تداعيات محتملة في المرحلة المقبلة. هذا يحتاج إلى سيولة ويحتاج إلى وقت. ضغط الوقت وضغط المال ربما على الحكومة السودانية يجب أن يعترف بأنه كبير. إذا إزاء هذا الأمر، ما البدائل التي تحدثت عنها قبل قليل الممكنة؟ نعم، يعني شاهدنا ردة فعل المجتمع الدولي تجاه الآثار والكوارث التي ظهرت في السودان يعني ضعيفة جدا بالمقابل في الأحداث التي شهدناها في العالم العربي. بالتأكيد هذا يرجع إلى الحكومة السودانية ومدى إجابة الحكومة السودانية أو انضباط الحكومة السودانية مع المجتمع الدولي. يعني هنالك الكثير من الدول العربية والمجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي يعني لم يتفاعل مع هذه الحكومة من خلال ما يشاهد في الداخل السوداني من صراعات بين الشركاء في الحكومة، بين الأحزاب المشاركة في الحكومة المدنية وبين العسكر الذين هم يشاركون الحكومة المدنية في المجلس السيادي. يعني هنالك الكثير من المشكلات الداخلية بين أطراف الحكومة نفسها انعكست سلبا على المجتمع الخارجي. هل هذه الخلافات الداخلية أستاذ مصطفى يمكن أن تؤخر أو تعرقل أي دعم دولي لمواجهة الكارثة؟ نعم، من خلال ما شاهدنا أن تفاعل المجتمع الدولي تفاعل ضعيف، وهو يشاهد أن الحكومة السودانية هي في نفسها حكومة ضعيفة جدا، بينها مشاكل كثيرة بين الأطراف وهنالك صراعات منشغلة الآن بصراعات داخلية وبمحاصصات في الحكومة التنفيذية وبين الأحزاب المشاركة وبين الائتلاف المشارك. هنالك الكثير من المشكلات الداخلية والخلافات الكبيرة انعكست سلبا على المجتمع الدولي، فهو ينظر إلى أن هذه الحكومة غير قادرة على تسيير نفسها، فلذا لا يتعامل مع هذه الحكومة وينظر إليها بأنها غير قادرة لتسيير الأمور ولحكم البلاد بالصورة التي يراها المجتمع الدولي من خلال المعايير التي ينشدها، من خلال الاشتراطات التي يدفع بها بعض المجتمع الدولي للحكومة السودانية، من خلال هذه المؤتمرات التي شاهدناها في السابق أن هنالك شروط، أن هنالك لابد للحكومة السودانية أن تعمل بهذه الشروط. فنظرة المجتمع الدولي لهذه الحكومة هي يعني نظرة غير باعتبار أن الحكومة غير قادرة على تسيير هذه الفترة الانتقالية بالصورة التي يراها المجتمع الدولي. طيب أستاذ مصطفى، الآن في الوقت يعني سألنا قبل قليل السيد أحمد أن هناك في الوقت الذي ينشغل فيه السودانيون كشعب شرائح شعبية في مواجهة هذا الطوفان بصورة من صور التكافل المجتمعي، تنشغل النخب السياسية بمن فيهم مسؤولون في الدولة بتشكيل تحالفات بتشكيل ائتلافات سعيا لتحقيق مكاسب سياسية للمرحلة المقبلة. كيف ينظر الشارع السوداني إلى هذا الأداء الذي تقوم به النخب السياسية؟ نعم، ينظر الشارع السوداني إلى هذا الأداء ب يعني خيبة أمل كبيرة. يعني أثناء ما المواطن السوداني يعيش في هذه الأزمة الحالية ويعيش أوضاع مأساوية كبيرة، يذهب رئيس مجلس الوزراء وعدد من النخب السياسية إلى جبا للقاء قادة الحركات المسلحة وتوسيع بروتوكولات السلام، وبعدها يذهب إلى أديس أبابا للقاء قائد الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحميد ويوقع اتفاق مغازي لفصل الدين عن الدولة. كل هذه الأمور التي
يقوم بها رئيس مجلس الوزراء وغيره من المسؤولين في الحكومة السودانية. هنا المواطن السوداني يعاني كثيرا من هذه الأزمة ومن هذه الآثار الكبيرة التي يعني يتعرض لها في هذه الأيام، بينما هنا المواطنون خارج ديارهم وخارج مساكنهم في العراء وغيره من المناطق التي نزحوا إليها، هنالك مشاورات وهنالك رحل خارجية للمسؤولين دون الاكتراث لما يحصل في الداخل للمواطن السوداني. فينظر المواطن السوداني بهذه التحركات التي تقوم بها الحكومة السودانية أو رئيس الوزراء بأنها يعني غير مكترث لما يحصل للمواطن داخل السودان. نعم. ولذا يعني وجد الكثير من الاستهجان وعدم الرضا، لأن يعني هنالك يعني كوارث داخلية تتطلب من الحكومة السودانية أن تتضافر مع المجتمع المحلي ومع المجتمع المدني. يعني شاهدنا كثير من المبادرات المجتمعية من الشباب من غيره، هم يقومون بتنفيذ هذه المبادرات دون يعني أي تدخل من الحكومة ودون أي مشاركة ولو مشاركة رمزية. طيب المجتمع المحلي. طيب أستاذ مصطفى، يعني معذرة عن المقاطعة، يعني أدركنا الوقت تقريبا وقد أصبح جاهزا ضيفنا الآخر، وأعتذر للسادة المشاهدين عن الخلل وسببه المصدر في الخرطوم. أستاذ أحمد أهلا بك مرة أخرى وأخيرة، وأرجو أن لا يكون هناك أي خطأ. يقول الخبراء أن هناك خوف حقيقي في السودان من أن يرتفع منسوب النيل إلى 18 مترا، المعدلات الحالية هي 17 مترا ونحو 60 سنتيمترا، يعني هناك 40 سنتي مرشحة مياه النيل لأن ترتفع، وهذا رقم كبير جدا. ماذا لو حصل هذا الارتفاع في رأيك؟ ماذا يعني في السودان؟ وماذا يمكن للحكومة أن تفعل؟ ماذا لو حصل؟ نعم. والله يا أخي طبعا هذا السؤال يعني من الأسئلة الصعبة التي يمكن أن يجاوب عليها إنسان سوداني، يعني يرى في أمام عينه أن هذه 40 سنتي لو حصلت ولا قدر الله سيكون الوضع كارثي. يعني يمكن أن لا تجد يعني هاتف أحمد خليل يعني يعمل عشان يعلق على هذه عن المداخلة أو في هذه البرنامج. نعم. لأنه يعني إحنا حتى منزلنا من النيل يعني ما يفصله مسافة بعيدة، فبالتالي يعني هو يعني وزارة الري لها يومين في بياناتها تتحدث عن انخفاض مستوى النيل في كل الأحباس في كل المناطق، بالتالي هذا السؤال يعني هو من الأسئلة التي يمكن أن نسألها للعلماء والخبراء السودانيين في الفترات السابقة، في أن لو أنه في السودان. طيب يعني بدقيقة واحدة أستاذ أحمد، يعني معذرة بدقيقة واحدة، ماذا يمكن أن تفعل حكومة حمدوك للمرحلة المقبلة تجنبا لأي سيناريو لا يحبه لا السودانيون ولا حتى العرب؟ طبعا احنا يعني حكومة حمدوك هذه الحكومة مواجهة بتحديات كثيرة جدا، واحدة من التحديات التي أمامها هذا القرار الامريكي بفرض يعني هذا القرار الامريكي بوضع السودان ضمن قائمه الدول الراعيه للارهاب، بالرغم من زوال نظام عمر حسن البشير الذي كان سبب في هذا القرار، الا ان امريكا ما زالت تصر على وضع السودان بهذا هذا هذه القائمه حتى يقيم علاقات مع اسرائيل. حتى يقيم اتفاقيه مع اسرائيل، صحيح؟ ايوه، حتى يقيم اتفاقيه مع اسرائيل، بالتالي يعني هو هذا القرار يعني هو يعني يفترض بعد زوال البشير يفترض ان يعيد السودان الى المجتمع الدولي ويستفيد من علاقاته الدوليه، وان تاتي شركات اجنبيه تستثمر في هذا السودان ويتعدل اقتصاده، ولكن في ظل هذه الأشكال. معذرة سيد أحمد، أدركنا الوقت، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة، وكذلك ضيفنا الأستاذ مصطفى بكري، كلاكما كنتما معنا من الخرطوم. نتمنى من الله أن يحفظ السودان وأهله وجميع بلادنا العربية. شكرا لكم على حسن متابعتكم، في حراسة الله.